إلا بالحق، يعني وضع استثناءات، حتى مسألة القتل وضعت لها استثناءات. أولياء الدم منهم البو والأم. 20 سنة كانت مسألة القتل على الأشياء المادية. روح القانون داخل المجتمع، يعني يصبح مجتمع غابر. بعد عفو الشامل هذا الله عز وجل ذكر العفو عندما ذكر آيات القتل. واضح في القرآن، يعني ما يحتاج منا إلى نحن نجتهدوا يعني نقول فيه. خيرية عبد الله مصباح الجعط، عضو التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس. كانت اليوم المحاضرة عن القتل العمد وأثره على الروابط الاجتماعية، فتناولت فيه الحقيقة كثير من القضايا اللي تتعلق بغياب دور الأسرة كوازع اجتماعي وأثرها في الحد من هذه الظواهر السلبية داخل المجتمع، ومحاولة مني لتشخيص الحالة اللي عليها المجتمع. يعني الاختلاف على مستوى الأفكار، يعني أنا عندي وجهة